السلام عليكم البنات اللي متابعه معايا في الدايت. الاكل بتاع النهارده وبكره باذن الله اكل يومين ورا بعض. بس قبل ما ابدا الاكل حابه اقولك على حاجه، ان في الفيديو دوت وبعد كده في كل فيديوهات حلقات الدايت هتسمعي اجابه على سؤال او معلومه مهمه هتفيدك يعني في موضوع حوار الدايت دوت وازاي تقدري تستمري وكده، تمام؟ واهم معلومه بقى هتسمعيها في السلسله دي اللي هتسمعيها النهارده هقولك عليها هي ايه، هي اعمل ايه واتصرف ازاي لو انا حسيت ان انا لخبطت وعكيت وبوظت الدايت النهارده، تمام؟ هقولك تتصرفي ازاي عشان نقدر نحافظ على نفس المنوال في النزول اللي هو 2 كيلو في الاسبوع، يعني في اخر شهر رمضان باذن الله هنخس حوالي 8 كيلو وزياده شويه على العيد بامر الله يعني، تمام؟ بس عشان نبقى متفقين مع بعض، عشان نبقى صراحه مع بعض وعارفين اللي انا هقولهولك دوت ده حل للخبطه المعقوله، اللخبطه المقبوله. يعني ايه؟ يعني ما تبقيش مثلا النهارده اكلتي محشي ومكرونه بشاميل ورقاق وجلاش، وجيتي بعد الفطار اكلتي بسبوسه وكنافه وبقلاوه وايس كريم وما اعرفش ايه، وسحرتي طبق فول بالطحينه ورغيفين عيش ومخلل ومش عارفه ايه، وتيجي بعد كده تقولي ان الحل ده ممكن ينفع معاكي. لا، عشان نبقى صراحه كده مش هتنزلي على نفس المنوال. ممكن هقولك لو انت لخبطتي في يوم واحد في الاسبوع لخبطه من اللي انا قلتها ديت وكملتي بقيه الاسبوع مش هتنزلي اكتر من نص كيلو، تمام؟ انما اللخبطه المعقوله هقولك تعملي ايه عشان تقدري تنزلي الاتنين كيلو اللي احنا هننزلهم باذن الله، تمام؟ بصي يا ستي، انا لخبطت النهارده هعمل ايه؟ هاجي بعد الاكل بساعه بالظبط، بساعه لازم يكون بعد الاكل بساعه، واشوف حاجه في مستوى كتفي، حاجه قريبه من كتفي يعني في نفس مستوى كتفي كده، دولاب بقى، ترابيزه، سرير، ايا كان هتمسكي فيه كويس جدا، تمسكي فيه كويس ليه؟ عشان لا قدر الله رجلك ما تتلوحش ولا حاجه. وهتتنططي وانت في مكانك زي ما تكون بتجري كده، هتجري في مكانك لمده 10 دقائق وتريحي 5 ثواني، وبعدين تكملي 10 دقائق كمان وتريحي 5 ثواني، وبعدين 10 دقائق كمان، تمام؟ هتنطي 3 مرات، يعني التوتال بتاعك هيكون نص ساعه نطيتيها بس هيكون في راحه 5 ثواني، انا قلت 5 دقائق من شويه، هيكون في راحه ما بين كل 10 دقائق و10 دقائق 5 ثواني بالظبط، تمام؟ واهم حاجه وانت بتعملي كده تكوني لابسه براي يكون حاكم على صدرك كويس، يعني ويفضل يبقى تمام قوي لو عندك براي رياضيه زي ديت اللي هي دي، بصي اللي هي بتبقى ماسكه الصدر حاكمها ما تخلوش يتحرك وانت نايمه او انت بتتنططي او بتعملي اي حاجه. البراهات الرياضيه اللي بتبقى بالشكل ده كده، بصي بتبقى عباره عن اساتك ماسكه كده جامد على الصدر. لو ما عندكيش خلي البراهه العاديه عادي، مش هتقول لا، بس اهم حاجه ظبطيها على مقاس صدرك كويس ان هو صدرك ما يتحركش عشان ما يحصلش ترهل اثناء التمرين دوت وبعد الدايت، تمام؟ هتعملي ايه؟ هتعملي اللي بقولك عليه دوت، وبعدين ما بين بعد الفطار اللي انت عكيتيه والسحور هتاخدي ميه بليمون كتير جدا، هتاخدي ميه بليمون كتير قوي، يعني حوالي برطمانين كبار، على كل برطمان نص ليمونه صغيره كده هتشربيهم. ولو عندك فيتامين سي يبقى تمام قوي، لو عندك فيتامين سي خدي حبايه. ليه بقى فيتامين سي؟ لان فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون المكتسبه حديثا، بيساعد على حرق السعرات والدهون المكتسبه حديثا. يعني ايه مكتسبه حديثا؟ يعني اللي لسه في سكتها للهضم، اللي لسه ما اتهضمتش، مش الدهون القديمه المتخزنه، لا، اللي لسه في سكتها التمثيل الغذائي وهتتهضم، بيساعد ان هو يعني ايه يحرقها بسرعه، تمام؟ ده فيتامين سي، اوكي؟ او ممكن لو انت مش عايزه تعملي اللي انا قلت لك عليه دوت، او الصحه مش مساعده، او ايا كانت الظروف، هتعملي ايه بقى؟ هنمشي بنظام يوم ليك ويوم عليك. يعني ايه يوم ليك ويوم عليك؟ يعني انا النهارده لخبطت، ماشي؟ هاجي بكره بقى اعمل ايه؟ السناك بتاعي بدل ما هاخد قطعه حلويات مسموح بيها او كوبايه نسكافيه او اي حاجه حاسه ان هي فيها سعرات حلاليه حاسه ان هي سعراتها عاليه، يعني هنستبدلها بايه بقى؟ بدل ما هناخد السناك بتاعنا حاجه منافيه للدايت وحاجه سعراتها عاليه، هناخد يا اما ثمرتين فاكهه يا اما ثمرتين خضار، خيار بقى، جزر، ايا كان، او تفاحتين او اي حاجه، تمام؟ او هتشيلي معلقتين رز من الفطار بتاعك، او تشيلي كوبايه زبادي. المهم ان انت تحاولي تعملي ايه، يعني ايه زي ما قلت لك، يوم ليك ويوم عليك، يعني خدتي حاجه امبارح فبكره هتدفعي، تمام؟ طيب ده بالنسبه للحل، خلاص اتفقنا. وبالنسبه لصاحبتي روزا لميس من الجزائر، انا بحضر لك المنقوع بتاع لبان الذكر بتاع شد ترهلات اهو، بس خلصت المرحله الاولى منه وبعد كده هبدا في المرحله الثانيه، هو لسه بيفك. بصي هو لسه ما خلص، ما يخلص باذن الله هكمل لك بقى بقيه الفيديو. بصي هو لسه فيه حبيبات، لسه انا عشان اكمل بقيه الفيديو لازم يفك معايا كويس. هي مش عارفه ازاي تحضر منقوع لبان الذكر، انا هحضر لك المنقوع وهوريك ازاي كمان تعملي منه كريم مش منقوع وبس. لو انت عايزه تستخدميه للجسم
للبشره الجافه. تمام، نخش بقى على الدايت. انا هعمل ايه النهارده؟ احنا النهارده فطارنا باذن الله ده لولادي طبعا، الفطار بتاعنا هيكون بانيه ومكرونه. تمام، بانيه اللي هو متحمر بالبيض وبقسماط. فانا هاخد المناب بتاعي، انا خدت المناب بتاعي قطعت شرايح رفناها وحطيت معاه فلفل الوان، فلفل اصفر واخضر واحمر، وهشوحه في الطاسه بدون اي دهون خالص، هخليه يستوي بقى من الميه بتاعته، وسايبه نسبه دهون بسيطه خالص في الـ في الـ في الـ في البانيه، في الصدر بتاعي دي بقى هتساعد ان هو يستوي كويس. تمام، واخد بقى شويه مكرونه مسلوقه هسلقهم طبق صغنن، وهحط نص كميه الحاجات دي فوق الوش كده واكلهم بالشوكه والحمد لله على كده. طبق سلطه كبير خالص، ده هيبقى الفطار بتاعي. تمام، اما بالنسبه ما بين الوجبات، انا زي ما قلت لك انت ممكن تقترح عليا حاجات واقول لك تاخدي منها قد ايه، بس انا شخصيا السناك بتاعي النهارده هيبقى طبق شوفان، هعمل شوفان باللبن، هسويه الاول هخليه ياخد سنه كده بس في اللبن في الميه الاول، وبمعلقه عسل وقرفه، وبعد كده هنزل باللبن عشان طعم اللبن يبان، لان اللبن الزيرو دوت طعمه ما بيبانش. لو انت مش بتحبي طعم اللبن ومن الناس اللي هي ما بتحبش طعم اللبن في الحاجات، انا شخصيا بحب طعم اللبن، فاحط اللبن في الاخر عشان طعمه يبان معايا. انما انت لو ما بتحبيش طعم اللبن هتسويه مع الشوفان طعمه بيختفي عادي. تمام، والفيتامينات يا بنات، الفيتامينات مهمه جدا. بص انا قربت اخلص شريط، وده الشريط رقم 2 اشتريته النهارده وابتديت خدت حبايه. ليه؟ لان انا استخدمت فيتامين اي دوت، خدته على شويه كريمات كده فخلص معايا الشريط بسرعه. ده الشريط الاولاني قرب يخلص، فاضل فيه 4 حبوب قرب يخلصوا. تمام، بس كده ده فطار النهارده، واستنوني بقى في حلقه بكره باذن الله. ورزة لميس انا بحضر لك ال 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 الفيديو بتاع منقوع لبن الذكر، الكريم والمنقوع بتاعه هنعمله مع بعض باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.